بعيد عن النقطة على الأكس بتاني. فالمرة الثانية بس أعطي لي البوتنشال. نعمل إيه هنا؟ أنا سهلة. هنقسم الرينج دي إلى مجموعة من الإلمنتس. كل إلمنت له تشارج وتكون إيه هنا؟ دي كيو. خلاص. وأجيب الإيه؟ وأعتبر إن كده إيه؟ بوينت تشارج. قد إيه البوتنشال بتاعها عند هذه النقطة؟ سهلة أوي. هقول لك زاد أو سوليوشن. زاد إلكتريك. Potential new to the element هتساوي كام بقى؟ هسمي دي كام دي ده؟ كي دي كيو على ار. كام الار؟ هتساوي كي اهي دي كيو معانا على ار. ايه دي الار هنا؟ الار هي ديستنس من الشارج والبوينت اللي هتساوي ايه؟ الروت بتاع ايه هنا؟ الروت بتاع اكس سكوير بلس اي سكوير. جبنا خلاص البوتنشال سهل قوي. من بي البي تساوي ايه؟ انتجريشن بتاع دي بي يعني هتساوي كي على الروت بتاع اكس سكوير بلس اي سكوير انتجريشن بتاع دي كيو. مش سامي كده. ما هو الاكس والاي كونستنت. الاكس هنا كونستنت والاي ايه؟ كونستنت. انتجريشن اللي هو نفسه كيو بيطلع بيتساوي كام؟ كي في كيو على الروت بتاع ايه؟ اكس سكوير بلس اي سكوير. مش اسهل من كده؟ نحفظه بقى. ودي معادله وهتكون ايه هنا؟ رقم 11. جبنا البوتنشال على النقطه خلاص. طب منه عايز الفيلد. اجيب الفيلد ازاي؟ ازاي اجيب الفيلد من الايه؟ البوتنشال. اشوف البوتنشال ده فانكشن مين بقى؟ في اكس بس صح؟ البي فانكشن اكس بي شويه ولا زاد؟ وبالتالي خلاص يبقى اذا بكام الاي؟ الاي هنا كفيكتور هيبقى في مين بقى؟ اهو خلاص البي فانكشن في اكس بس يبقى احسبيه اكس ده الـ x كومبوننت مش بقى y كومبوننت خلاص. الـ x هتساوي ايه؟ ماينس المفروض يقول ماينس دي دي باي دي اكس. بس طبعا هنا الـ b فانكشن في اكس بس. مفيش ده يقول بقى ايه؟ فانكشن ديفرنشيشن لا خلاص. انا ممكن اسميه توتال ديفرنشيشن خلاص. توتال يقول كده ماينس ايه؟ دي دي باي دي اكس خلاص. يساوي ماينس. هنا الـ k كيو معانا صح كده؟ k كيو كونستنت. وفضل بقى دي باي دي اكس. الميم هنا x سكوير بلس a سكوير ماينس a نص. لو عرفنا ان بقى الديفرنشيشن خلصنا المساله خلاص. يلا بينا هتساوي ماينس k في q في هنا الديفرنشيشن هنا ماينس نص هنزل ماينس نص اهي في x سكوير بلس a سكوير دي خليها ايه؟ انا ناقصها واحد كمان يبقى ماينس 3 اوفر 2 في الفكره ان ايه هو ده الكوز ده هو a سكوير يبقى في 2x بس. طبعا الماينس راح مع الماينس والاثنين مع الاثنين يطلع في الاخر ايه؟ اذا في اكس هتساوي كي في كيو في اكس على اكس سكوير بلس اي سكوير 3 اوفر 2 ودي اللي احنا نهجمها قبل كده بالايه؟ بالمبادئ الاوليه بالنسبه لفكره الايه؟ كده خلصنا الجزئيه دي يبقى الحمد لله بدانا قلنا حاجه بسيطه قوي اللي هي ايه بقى؟ اللي هو الكونتاكتنج سفير وبعد كده تو كونتاكت سيز مع بعض وخلاص بس. يلا بينا ناخد النظام التاني كده بس يعني هيبقى اسهل شويه اللي هو لو ايه كونتاكت سير. Electric potential due to a conducting charge sphere.
يقول بس تعالى فايند ذا الكتريك بريشر ات بوينت ات ريزنس ار مفيش اي شارج موجودة انسايد زي كوندكتور دي احنا عارفينا. عايزين بقى البوتنشال بتاع ايه هذه الاولاد فايند البوتنشال ات ا بوينت ات ديستنس ار فروم ا كوندكتنج سفير السفير اللي ديس ار ليها شارج ايه بلس كيو الشارج هنا بلس ايه كيو. السؤال هنا النقطة ار كيو طبعا عندي 3 كيس. اول كيس لو كانت النقطة فين اوتسايد السفير ده البوينت على بعد ار والارض مالها اكبر من الارض ممكن بقى النقطه موجوده على السيرفس يبقى الارض تساوي كابيتال ار او انسايد زي ايه سفير ار اقل من منها فهنحل الثلاث ايه كيس دول. اول كيس لو النقطه بره الايه الكوره ايه الاوتسايد السفير وكلنا عارفين كده معناها ار ايه هنا اكبر من ايه من ار. عشان نحلها هنا هي مش محتاجه بقى نقسم الكوره والكلام ده اسهل. انا عارف هنا ولا عارفين فين هنا الفيلد له ايه؟ ماجنتيود دايركشن بلاش اه ادي بيها بكام الفيلد الناشئ عن اي سفير عند اي نقطه خارجها بتعمل يا جماعه لو كان دي بوينت تشارج في السنتر يعني كان كي في كيو على ار سكوير وطالما انها بوست تشارج يبقى ايه؟ من نقطه او نقطه بس نكتب بقى الجمله دي ذلك الفيل ديو تو دي السفير يساوي كام بقى؟ ات بوينت يساوي كي في كيو على ار سكويت خلاص يبقى يوزنج ايكويشن ايه؟ يوزنج ايكويشن طيب كنا خدنا معادله خمسه ازاي يجيب البوتنشال من الفيل زي البوتنشال بالظبط يعني لو شفنا الحاجه هتلاقي زي البوتنشال بالظبط لان هو اكيد السفير عند اي بوينت او سايد سفير بيهيفز لايك ايه ا بوينت تشارج ات ذا سنتر اوف ذا سفير يبقى خلاص سهل قوي هقول دي تساوي كام؟ ناقص الانتجريشن بتاع دي ودي ار كوزاين زيتا نفس اللي عملها بوينت تشارج بيحاول ايه؟ من الدي ار ادي دي ار ده جاهز الدي ار الاجي من دي ار ده فيكتور والاي ده فيكتور كام؟ زيرو كوزين زيرو كام؟ واحد وسنس احنا ايه بنحسب الابسولوت بوتنشال معناها ايه هنا؟ ان هعمل انتجريشن من ايه؟ من مال النهايه اللي عندها صفر للنقطه اللي عندها ايه؟ الديستنس ار يبقى باختصار هتساوي برضه كي كيو انتجريشن ناقص دي ار على ار سكوير من كام بقى؟ من لا لنهايه لايه؟ لا من انفينيتي الى ار. طبعا من قبل كده هيطلع بيساوي كي كيو واحد على ار من ايه؟ من ما لنهايه لار باختصار هيطلع الكي اللي احنا عايزينه بيساوي كام؟ كي في كيو على ار. دي معادله 12. المعادله على كده دي هات the surface or on the surface on the surface of the sphere on the surface of the sphere حاولي هنا ال r بيساوي r باختصار يطلع ال v تساوي كام برضه هنا k q على r مش اسهل من كده
Mi sentì? Inside the sphere. And they are أقل من النار. What can we do? نعمل. هنا بقى مشكلة صغيرة هنا بس ما أنا في هنا كي ما أنا عارف هنا برضه جوه السفير بكام في جوه السفير؟ لو خدنا نقطة أهي نقطة أهي النقطة على جوه الأرض هنا أه هي صغيرة هنا في النقطة دي في تساوي كام؟ قال لك والله في هنا إيه؟ تساوي صفر. الله ففي تساوي صفر هيساوي كام الفيل ده؟ الفيل ده هيساوي ماينس ها دي مي بار دي مي هو البوتنشال هنا فانكشن مين؟ بار بس يبقى ناقص دي باي دي ار جميل قوي فلما يكون في دي صفر يساوي دي بي باي دي ار حاجه من الاثنين يا اما دي ار يكون مال نهائي انفينيتي يا اما دي بتساوي كام؟ صفر السؤال هل دي ار ايكوال انفينيتي؟ اه دي ار لا يساوي انفينيتي يبقى اذا ايه بقى؟ دي بي ماست ايكوال كام؟ زيرو ايه معنى كلمه دي بي تساوي زيرو؟ معناها الديفرنس بوتنشال بين اي نقطه والثانيه انسايد سفير ايكوال كام؟ زيرو الله ايه معنى ان الديفرنس بوتنشال بين تو بوينتس انسايد سفير ايكوال تو زيرو معناه الوحيد ان في هنا زي هنا زي هنا زي هنا زي هنا زي زي سيرفيس بس كده يبقى اذا فعلا اقول كده ايه؟ ان بي يساوي كونستانت ويساوي ايه بقى؟ البوتنشال على الايه؟ على السيرفيس اللي هو كي في كيو على ايه؟ يبقى فعلا هذا اقول كده بي انسايد سفير هيساوي كونستانت ويساوي بوتنشال في على السيرفيس يساوي بوتنشال على السيرفيس كي كيو على ايه؟ ار في معدل رقم كام؟ 14 يبقى كده ملخص الكلام اللي حابين نرسمه نرسم مع بعض اهو لو انا ده البوتنشال في مع الديستنس ايه؟ ار وانزل هنا بقى كده واقول ايه؟ هنا ار تساوي ار inside the sphere potential constant وده الماكسيمم بقى اللي هو دي ماكسيمم ده كام دي ماكسيمم ده؟ هتساوي كي كيو على مين؟ على ار ده البوتنشال ماكسيمم يبقى ايه كونستانت شوف من بدايه لنهايه ثابت اهو ثابت بعد كده بيقل بقى الجرادي اللي رايح خالص كده لغايه ما ايه؟ ده يتناسب مع مين بقى؟ بروبورشن مع مين؟ انفرس مع ار بره الكوره بره السفير هنلاقي مين؟ بروبورشن مع 1 على مين؟ على ار هو ده تغير البوتنشال مع مين؟ مع الديستنس ار. وده برضه ورينا انه اي سفير لاي نقطه براها او على السيرفس سواء كان ليك فيلد او بوتنشال بتبيهيف كما لو كان ايه؟ بوينت تشارج في السنتر. بينما في السنتر بتاع السفير هنا او انسايد السفير فيلد كام؟ بزيرو طالما انه ايه؟ انها كونتاكت سفير. لكن البوتنشال له قيمه بتساوي كام؟ كي في كيو على ايه؟ على ار. ده ملخص الايه؟ الجزئيه دي. في بس عندي تو ابلكيشنز وخلصنا محاضره النهارده ان شاء الله. ناخد اول ابلكيشن منهم. ابلكيشن واحد تو كونتاكتنج تو كونكتد شارجد سيرز يقول هنا ايه؟ يقول لي تو سفيريكال كوندكتور اوبن دي اي ار واحد وار اثنين ار سيباريتد
long boy hand, vedi? Long, a large, a very large distance. Ahsan. Hair charges your head and kiwi. Respectively, they are connected by a conducting wire. لو شفنا كده المسألة بتاعتنا عندي كده سفير هنا وهنا سمول سفير ايه؟ سفير صغيرة هي اللي سينا ايه؟ ار واحد وليها شارج كي واحد والسفير التاني بعيد عنها خالص كده متخاصمة معاها كده ليها شارج كام؟ يو اتنين وليها ريدي السنة كام؟ ار اتنين اهو يقول لي تو سفيريكال كونتاكتورز اوفر دي اي ار 1 وار 2 وار 1 صغيرة وار 2 مسكية ار سبريد باي فيري لارج ديستانس ليه حاطط ديستانس لارج كده عشان ما يقاسوش على بعض ماشي مفيش تأثير لواحدة على التانية Two spherical conductors over the eye R1 and R2 are separated by a very large distance have charge Q1 and Q2 respectively are connected by a conductor لو جينا وصلناهم بعد كده بواير واير الواير ده هيعمل ايه؟ ايه اللي هيحصل؟ طبعا اكيد الشارج من دول هتنتقل للشارج من واحد للتاني الى ان يتساوي الايه؟ البوتنشال صح زي مثلا في النظريه بتاعت الايه الانواع الاواني اللي هي ايه بيسموها العلوم المستطرقه او يعني لو عندي انائين كده واحد فيه ميه ليفل عالي والتاني ليفل واطي وصلنا اربعه يحصل ايه؟ هتمشي الميه من ليفل العالي ليفل ايه؟ الواطي حد يساوي الايه؟ الليفل ليفل الميه هنا زي بالظبط هنا ايه؟ البوتنشال لازم البوتنشال هنا تساوي ايه؟ بعض طالما وصلنا بعض يبقى وصلنا لزي بوتنشال يبقى اذا الشارج هيتغير لان في 1 و 2 هتلاقي بقى Q1 داش وQ2 داش يبقى نقول كده the charges on the spheres and equilibrium become the become Q1 داش وQ2 داش وطبعا الشرط بتاعها ان ايه؟ Q1 بلس Q2 لازم يساوي Q1 داش بلس Q2 داش دي أول معادلة عندنا. دي أول معادلة هنا في المسائل هي ان Q1 داش بلس Q2 داش يساوي Q1 بلس Q2 دي معادلة رقم كام؟ 14. Also بنقول ايه برضه هنا؟ طالما وصلناهم سيف معناها ايه؟ سيف بوتنشال معناها ايه؟ ان Q1 داش لازم نساوي فيه 2 داش، طب كده في 1 داش هنا؟ البوتنشال على السيرفس على السي دي هيبقى كي كيو 1 داش على ار 1. طب وهنا؟ هنساوي كي كيو 2 داش على ار 2. الكي مع الكي خلاص نستنتج معادله في منتهى الاهميه هي ايه؟ ان كيو 1 داش على كيو 2 داش يساوي ار 1 على ار. دي المعادله رقم ايه؟ 15. يبقى دايما في المسائل هنا بنستعمل معادلتين مع بعض، يبقى عندي كي 1 و 2 اجيب منهم 1 داش بلس كيو داش، دي معادله، والمعادله الثانيه كي 1 داش على كيو داش سواء على كيو، من المعادلتين دول اقدر اجيب كي 1 داش وكيو 2 داش. دي اسمها الريشيو، دي الريشيو بتوين ها بتوين تشارجز after connection يبقى في مثال على فكره كده على الحاجات دي يديك ايه 1 و 2 يقول لك هات ايه 1 داش و 2 داش هجيب الصم بتاعهم المعادله ومن هنا اجيب الايه معادله ثانيه اجيب ايه 1 داش و 2 داش مش بس كده سالوا هذا الريشيو بين الايه؟ بين الشارج دنسيتي هنا دول كونداكتورز يبقى عاملين سيجما ولا رو؟
sigma. Vedete in meno? Hai sentito la sigma? From 15. طب كده في وندهش هتساوي سيجما وندهش مين؟ ما هو في اريا يعني اصلا سيجما تساوي ايه؟ كيو على اريا يبقى كيو وندهش تساوي سيجما في اريا سيجما وندهش مين؟ في 4 باي ار 1 سكويرز لان هنا الريتشارج سيبيوت على ايه؟ على السيرف اريا ايه؟ الكوندكتور اللي هي اريا سفير اللي هي كام؟ 4 باي ار سكويرز يبقى سيجما 1 داش 4 باي 1 سكوير على سيجما 2 داش في 4 باي ار 2 سكوير هيساوي ايه ده؟ ار 1 على ار 2 ده معناه خلاص استنى هنا ايه؟ اذا سيجما 1 داش على سيجما 2 داش تساوي كام؟ هيساوي كام بس بعدها؟ يبقى ار 2 على مين ده؟ ار 2 على ار 1 يبقى لو عايز الريش من ايه؟ سيجما هذه ايه؟ دي معادله معانا نمبر 16 دي اسمها ايه بقى؟ ريشيو ايه؟ دي اسمها ريشيو اوف ان تشارج ان سيستم افتر كونكشن افتر كونكشن الريشيو اوف تشارج ان سيستم افتر ايه؟ كونكشن لو بصينا على المعادله دي بنستنتج هنا ايه؟ ان سيجما هنا بيخش ايفرس مع الار بمعنى ايه؟ نكتب مع بعض المارك دي المارك ايكويشن 16 انديكيت زيت ان ايه يعني لو كانت الار السيجما ايفرس مع الار بمعنى ايه؟ ان كل ما الار صغيره كل ما تاخد سيجما مالها اكبر كل ما الار صغيره تاخد سيجما ايه اكبر بنقول هنا ايه الار السيجما بروبورشن ايه مع 1 على ار بمعنى ايه بمعنى انه ذا تشارج اكيوميليتس on sharp edges خلاص edges the charge accumulate on sharp edges of the conductor معنى لو عندي كونتاكتور كده وفي شارب ايدج كده حاجه كده فلو هنا ده كونتاكتور فالتشارج بيتوزع كده ازاي؟ هنا هتوزيع قليل شويه كده الشارب ايدج هنا معناها ان الريدس قليل وتلاقي ايه؟ التشارج مالها موزعه بهذا الشكل اكيوميليت بهذا ايه؟ الشكل ده دايما ده معروف قوي ايه كونتاكتور دايما التشارج اكيوميليت على مين؟ على الشارب ايدج لان ار صغننه كل ما ار صغيره بتاخد سيجما مالها اكتر فالتشارج تنسي هنا اعلى من ايه؟ من هنا حتى الدبه في الغابه تلاقي دايما ايه؟ مناخيرها او الانفاق بقى دارس شويه فبتلاقي الدبان دايما ايه مركز على الانف بتاعها لان الانف مركز وبالتالي ايه التشارج دنسيتي تبقى اعلى مين على الشارب ايدج دايما التشارج دنسيتي مركزه فين على الشارب ايدج مره ثانيه دي عليها مسائل كتير في الايه في الشيت بتاعنا هنلاقي ايه مسائل زي كده ان احنا يديك كيو 1 و 2 جيب منهم 1 داش و 2 داش يقول لك هات الريش بتاعت السيجما ساعات يقول لك هات الشارج ترانسفير ايه الشارج ترانسفير يعني ايه؟ يعني انا عندي كي 1 بقى كي 1 داش اطرح ده بقى هو ده الشارج ترانسفير او كيو 2 ناقص كيو 2 داش ما هو بيحصل ترانسفير للشارج من واحده للثانيه لغايه ما ايه؟ يتساوى البوتنشال يبقى اذا النوع ده من المسائل ما جاست حاجه من كده حاجات دول يا اما يقول لك هات ايه؟ كيو 1 داش و 2 داش يا اما يقول لك هات الريش بتاع ايه؟ سيجما 1 داش سيجما 2 داش او هذه ايه؟ التشارج ترانسفير التشارج ترانسفير زي ما اتفقنا هي كيو 1 ناقص كيو 1 داش او كيو 2 ناقص كيو 2 داش ما هو الترانسفير دي هي نفس التشارج ترانسفير ثابته بين الاثنين ده من ناحيه واحده بتحصل تشارج واحده بتحصل تشارج ممكن برضه يزود عليها شويه لو انا هكتب ريشيو من الالكتريك فيلدز
لو الريش في البيت هتلاقي برضه الريش زي ايه؟ مقطوع على الوانتين هي زي كده. الريش في البيت نفس الايه؟ الحكايه بالشكل ده. فقال سيدنا كيشان دي نبقى خلصنا الايه؟ المحاضره. يبقى برضه المرأة عشان نبقى فاهمين تشارج ترانسفير تشارج ترانسفير هتزود ايه؟ كيو 1 ناقص كيو 1 ليش او كيو 2 ناقص كيو 2 ليش اي واحد منهم ينفع يعني يطلع الاجابه هنا بلس او ماينس هتلاقي البلس او ماينس ضغط اخر ابلكيشن وابلكيشن هي بس سهل بسيط ابلكيشن بردون ماكسيمم تنشن هات السيرفيس او ان كوندكتنج potential of a conducting sphere. لو عندي سفير بهذا الشكل كده سفير اهي ده conducting sphere اللي تشارج موجوده بره ايه؟ على السيرفس اهو. والهيد اس ار مثلا هنا بقى يقول لك هل ممكن اعمل تشارج للسفير دي تو انفينيتي؟ الاجابه طبعا لا ما ينفعش اشحن السفير دي ثمان النهايه ما ينفعش فيها تشارج انفينيت تشارج ما ينفعش. امال ايه بقى؟ ايه الليمت اللي عندي تخليني ما اقدرش اشحنها للنهايه؟ هو الهواء الاير الاير اللي حواليه هنا هنا اير الاير ده كونتاكتور ولا انسليتور؟ اكيد انسليتور مطلوب مني ان انا اعزل الشارج الشارج ما بقاش ايه؟ معدوله مفيش الهواء هنا مادة عادة. فايه المشكله بقى هنا بشحن شحنه زياده؟ ان الهواء ده ممكن يحصل له ايلينزيشن يعني الفيلد اللي موجود هنا على سطح الكره دي لو وصل لماكسيمم فاليو بيحصل ايه هنا؟ الهواء يحصل له ايونيزيشن. كلمه ايونيزيشن يعني ايه؟ يتحول من انسليتور الى كوندكتور. طب هل انا عايز الهواء يبقى كوندكتور؟ طبعا لا مش عايز ايه اللي تشارج الطرف المسيري انا عايز التشارج مالها موجود على السي يبقى لازم الهواء يكون انسليتور. يبقى اذا نكتب مع بعض الجمله دي اير سراوندينج سفير بريكس داون بريكس داون يعني انهار انهار العزل او يسموه ايونايزد 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 الكتريك فيلد اللي بيسموه ايه ماكسيمم؟ يبقى ماكسيمم اللو الالكتريك فيلد على السيرس اوف كونتاكتور ايكوال كام هنا؟ 3 مليون 3 انتو 6 فولت امتر. يعني باختصار لو الفيلد على السيرس اوف السفير وصل الفاليو دي 3 مليون فولت امتر يحصل له ايه هنا؟ يحصل الهواء ينهار العزل. يعني ايه ينهار العزل؟ يعني ممكن الانسان دي واقف هنا قريب هنا يتكهرب ويجيب لي السكوره اصلا. يعني ما هي مشكله كبيره ان انت الهواء عايز مادة عازلة، لو النهار العازل أصبح موصل الكهرباء هيوصل الكهرباء وحصل كده زمان حادثة إن كان في بعض العمال شغالين في محطة إذاعة وجايبين فولت عالي جدا، جايبين كابلات جهد عالي أوي، جهد عالي ده كان وصل لدرجة إن هو إيه عمل إيميليشن للهواء اللي حواليه، فالناس اتكهربت من غير ما إيه تلمس الأسلاك نفسها أو الكابلات نفسها بعيد عنها، ومع ذلك الهواء حصل له إيميليشن فحصل إيه؟
انهار العزل فالناس ايه اتكهربت من غير ما تمسك ايه الكابلات. فطبعا ناخد بالنا ان الهواء المفروض ما ايه ما نخليش فيه اللي حواليه يوصل لهذا الرقم. لو عايزين هواء ما يحصلش اي نتيجه. طيب تعالى نشوف بعض. اد سيرفس ريسيف هنا اد ذا سيرفس فور ذا سفير. احنا عندنا حاجتين هنقيد سوا تاني بكام الجلد على السيرفس اوف ذا سفير لو هي شارج كيو او الكي كيو على ار سكويرد. طب بكام البوتنشال على السيرفس برضه؟ كي كيو على مين؟ على ار. طب نستنتج ايه من المعادلتين دول؟ ان في ريليشن واحد جدا جدا من الفيلد والبوتنشال من ايه؟ ان الفيلد تساوي كام من هنا؟ اذا تساوي اي في بقى في ار. معادله بمنتهى الاهميه توضح لي علاقه بين الايه؟ الكتريك بوتنشال والكتريك فيلدز اون ذا سيرفيس اوف ذا سفير. دي معادله ولتكن مثلا كام؟ رقم 17. هنا معناها ايه؟ الاي ده كان ماكسيموم يديك الاي بقى ايه؟ ماكسيموم صح. يبقى اذا البوتنشال هنا الماكسيموم بينزل على مين؟ على الار. يعني بص هنا الار متغيره بتغير الاي ماكسيموم ده سكرس ده كونكت اللي هو بيساوي كام؟ 3 بنتو كام؟ 6 فولت امبير. بإذن انا اقدر اتحكم البوتنشال يعمل لي ايونيزيشن للاير عن طريق الريجز ده. وطبعا هي شويه تطبيقاتي. يبقى اذا نقول كده اسوم ذا ماكسيم بوتنشال is direct proportion to the spheres radius. الحقيقه في ابلكيشن للكلام ده ان انت احيانا عايز الايه؟ عايز الايه؟ الاير يحصل له ايونيزيشن فولت واطي. وساعات عايز الايه؟ الاير يحصل له ايونيزيشن فولت ايه؟ عادي. معنى الكلام ده ايه؟ انت لو